بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مساء الفل على حضراتكم جميعا. بعتذر طبعا عن التأخير في الطلوع النهاردة بعد ما وعدت حضراتكم الظهر إن في حلقة بالليل هنلم فيها الأخبار والكواليس اللي حصلت طول النهار من ساعة الوقفة الاحتجاجية الصبح لغايه دلوقتي، عذرا يعني كنت في اذاعه الشباب والرياضه بعد فتره طويله من الغياب. الحقيقه ما قدرتش ان انا يعني بعض الحاح شديد يعني من ناس كتير زملاء، الا ان الاستاذ كمال جابر الحقيقه له معزه خاصه في قلبي، فبالتالي ما قدرتش ان انا ارفض طلبه، وبعتذر لكل الساده الزملاء قبل كده اللي وجهوا لي الدعوه وما طلعتش معه. الحلقة تقيلة جدا، يعني الحلقة تقيلة جدا. الحلقة فيها مجموعة من الكواليس اللي حصلت النهاردة في نادي الزمالك، سواء مع اللعيبة او الاجتماع اللي حصل بالليل مع العمال والادارات اللي موجوده في النادي ايه وايه اللي الطلب، التعليق على الفيديو، البيان اللي طلعه ممدوح عباس بيلبس فيه رئيس الجمعيه العموميه لنادي الزمالك المسؤوليه ان الحجوزات. تركي الشيخ منزل تويته غايه في الاهميه وغايه في الخطوره، بيعلن استقالته. الكواليس بتاعتها الى الحلقه تقيله، الحلقة تقيلة، فالناس اللي موجودة معانا شير الحلقة، وانت شغال دودي بتقولي اول ما اشوف لك اتنين لايك الاحداث، ما هو الاحداث احنا مرتبطين بيها، معلش يعني ما يا رب بس ما نكونش تقال على قلبكم، فشير الحلقة لان في حاجات هتعرفوها تسمعوها زي الظهر كده، زي الظهر كده. طبعا انا امبارح طلعت اتكلمت وقلت لرئيس نادي الزمالك الفلوس لازم تتصرف النهارده، لو ما اتصرفتش الفلوس النهارده لا هيبقى في حساب وحساب عسير. تمام، رئيس مجلس اداره نادي الزمالك الصرف وجمع اللعيبه النهارده بعد ساعتين، الكلام اللي بقوله لكم ده اكنك قاعد في النادي، اكنك قاعد في النادي، بعد ساعتين جمع اللعيبة وعنده في المكتب ولف اللفة بتاعته. تمام، ولف اللفة بتاعته وبعد كده جه قال لهم ان انا بالفعل هدفع لكم ايه بقى، جزء من مستحقات كل لاعب. ركزوا بقى معايا فين في الكلام اللي اتقال والفلوس اللي وصلت للعيبة ايه. النهارده اللعيبه ليها عدد من المستحقات اللي ليهم نسبه ال 25% واللي ليهم طبعا مكافئتين، مباراه السوبر الافريقي والسوبر المحلي ومش عارف الترجي، في عدد كبير جدا من المستحقات، عدد كبير جدا منين من المستحقات. تركي الشيخ هقول لك يا سامح، هقول لك يا سامح، خليكم بس معايا وشيروا. تمام، شيروا. تمام، علشان خاطر ايه الناس تعرف ايه اللي بيتم دلوقتي. تمام، جمع الناس اللي له مثلا 300,000 الصبر مثلا ب30، واللي له 500 الصبر ب50، واللي له 1,000,000 الصبر ب100، واللي له 20 الصبر ب5. يعني ايه الكلام ده؟ يعني النهارده انا بديك دفعه من تحت الحساب، تحت انه مسمى بقى، مفيش مسميات، عشان لما يجي يطلع. تمام، يطلع بلوك على طول، بلوك على طول للجان الالكترونيه اللي هو شغال فيها، هو والواد المشرف العام اللي مش فالحين، بلوك على طول، يلا بلوكات على طول، عايزين هنا الناس المحترمه، بس الناس المحترمه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. فالاخ، ما هو ده اللي انتوا فالحين فيه انت وابوك، ما هو ده اللي انتوا فالحين فيه. تمام، انما شغل وكوره والكلام ده واستقرار ونادي ما تعرفوش جاتوا منين، ما تعرفوش حاجه. ما علينا، خلونا نتكلم فين، ما انا بمسح اهوت يا مؤمن، خلينا نتكلم الناس المحترمين بس، جمال اهوت
والاستاذه يارا انسانه محترمه، والاستاذه استاذه ريم ولا ريني مش عارف، ومؤمن وسامح، ناس كتير محترمه، شيره يا جماعه عشان الاخبار ديت، واحنا بنتكلم استاذ زين علام. فالاخ اجتمع باللعيبه، وزي ما انا بقول لحضراتكم كده اللي له مبلغ خد جزء من تحت حساب الايه؟ المبلغ. عشان بقى ما يجيش يطلع يقول لك ايه انا صرفت لهم مستحقاتهم الماليه بالكامل، ما حصلش. انا صرفت المكافآت بالكامل، ما حصلش. العقود النسب بتاعتهم اتصرف، ما حصلش. ما حصلش. امال ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان اتصرف لكل لاعب جزء من اللي ليه، اللي هي تصبيره، اللي هي ليك وهتاخد وعليا وهدفع. بس خلصونا منين؟ من المباراة اللي جاية وتعدي لبر الأمان. وأنا اتصرفت وأنا ما يرضينيش إن أنتوا تزعلوا، وأنتوا أبناء نادي الزمالك، وأنتوا عملتوا إنجازات كويسة وده حقكم، ده كلام محترم، كل ده كلام كويس الكلمتين دول، وهتسافروا بكرة وأنا جايب لكم طيارة خاصة على حساب مش عارف مين، على كل الكلام للاستهلاك ده حلو، متشكرين يا سيدي. كل ده كلام حلو ومتشكرين يا ايه يا سيدي. ده اللي تم على مستوى اللعيبه، ماشي وشكرا، ماشي وشكرا. بس انا كنت اتمنى منك ايه بقى؟ ان انت تبقى كيس فاطن، تبقى كيس فاطن. يعني ايه كيس فاطن؟ يعني ان انت تبقى ذكي كده وفاهم، عارف داي ان اللعيبة استحملت بما فيه الكفاية، تمام؟ وما تديش ودنك يا مرتضى يا منصور للي بيطبلوا لك وبيغنوا لك واللي بيقولوا لك امين على كل حاجة انت بتقولها. دول يا مرتضى يا منصور نوعين، النوع الاولاني منهم بيعملها على روحه منك، فده انت مش هتاخد منه رأي يفيدك، والنوع التاني مستفيد وبيقبض وبيقفش، فعاوز القرشين اللي بياخدهم دول يفضل محافظ عليهم، فسمعا وطاعة لمعاليك. انا بقولها لك لوجه الله ولصالح المكان، بقولها لك اهو لوجه الله ولصالح الايه المكان. خليك كيس فاطن، عارف ان عندك مستحقات مالية، حط في اولوياتك رقم واحد واتنين وتلاتة العمال. طبعا الناس هتتفاجئ يفتكرون اقول لعيبه الكوره، بقولها لك اهو، تحط رقم واحد واتنين وتلاتة العمال، لان العمال دول مين يا مرتضى؟ دول الغلابه. العمال دول، دول مين؟ دول الغلابه. عارف يعني ايه الغلابه؟ يعني الفقراء. وعارف يعني ايه الفقراء؟ يعني اول ناس داخله الجنه. عارف يعني ايه الفقراء؟ يعني اللي ما بينهم وما بين ربنا عمار كبير. الغلابه والفقراء دول، والا بقى لو واحد فيهم مظلوم خلي بالك منهم. شوف انا بقول لك ايه، اللي انا بحذرك من دوله، ولا بحذرك من اجهزه، ولا بحذرك من وزير، ولا بحذرك من غفير، ما بحذرك، بحذرك من الغلبان اللي انت بتدوس عليه. قلتها لك الظهر وبكررها لك دلوقتي بعد ما سمعت الفيديو اللي انت عملته وطلعت قلت الوقفه الاحتجاجيه ومش الوقفه الاحتجاجيه، وقلبت الليله طبعا عشان انا عارف ايه اللي تم، هوضح للناس دلوقتي. تمام؟ خلينا ماشيين في السياق بتاعنا فيما يخص اللعيبه، خلصت. ماشي تمام. الاهم من اللعيبه دلوقتي العمال. الاهم من اللعيبه دلوقتي مين؟ العمال. انت طلعت في فيديو الظهر وقلت ان العمال عملوا وقفه احتجاجيه وكانوا عاوزين يطلعوا يوقفوا المحور، وان ده ترتيب وتنسيق من ممدوح عباس والعتال واحمد سليمان ومصطفى عبد الخالق. اتقي ربنا. لو عندك دليل على كده اطلع قوله، انما ما ينفعش ابدا. لا ده الاخوان دي قصه تانية في الاجتماع بتاع بالليل، في الاجتماع بتاع بالليل اللي انت اجتمعت فيه مع الادارات
وطلبت الآتي من الإدارات. طلبت تقرير مفصل كل الإدارات اللي في النادي تم الاجتماع معاها بعد ما العقود بتاعة البنك اتمضت ونزلت الصور بتاعتها اللحمة الجلالة إبراهيم بيمضيها تاني.